بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هناخد أول محاضرة مسجلة، هنتكلم فيها عن الـ derivatives and hedging risk. الـ concepts and skills for this chapter. أول حاجة understand the basics of forward and future contract. تاني حاجة understand how derivatives can be used to hedge risk faced by the corporation، لأن احنا المادة اللي عندنا هي بندرس corporate finance، وعايزين نعرف ازاي ال corporation ممكن تعمل hedging لل risk. ال chapter outline هنتكلم عن ال derivatives، هنتكلم عن ال forward بشكل عام، هنتكلم عن ال forward contract وال future contract وال option contract وال swaps وال actual use of derivatives. الشابتر ده عشان هو طويل هنقسمه ل 3 lecture. What is a derivative? Derivative is an instrument whose value depend on or derived from the value of another asset. فال derivatives contract هي عبارة عنها instrument whose value depend on إنها بتتوقف على أو derived from إنها بتشتق من ال value of another assets، بتشتق من قيمة الأصول اللي هي هيتم التعاقد عليها. ال examples لل derivatives contract هنتكلم عن ال futures، عن ال forward، عن ال swaps، عن ال options. كل دي أنواع من أنواع ال contracts ال traded in the derivatives market. Why derivatives are important? Derivatives play a key role in transferring risk in the economy. ودي تعتبر المين جول بالنسبة لل derivatives، هي انه يعمل transferring risk in economy. ال underlying assets اللي ممكن زي ما احنا قلنا تتداول عليها ال derivatives contract هي include stocks، ممكن تبقى على currencies، interest rate، commodities، debt instrument، insurance payoff، gold، oil، any assets ممكن تبقى أصول بيتم التعاقد عليها من خلال ال derivatives contract. How derivatives are traded؟ ال derivatives markets في عندنا two types of derivatives markets. في عندنا exchange traded market اللي بنقول عليه ده ال systematic market أو السوق المنظم أو البورصة يعني، where traders easier meet physically or communicate electronically and the contract that can be traded have been defined by the exchange. بمعنى ان ده سوق منظم والتريدرز ممكن يتقابلوا فيزيكالي او يبقى فيه كوميونيكيت الكترونيكالي، والكونتراكت بتكون يعني ديفايند باي ذا ايه الاكسشينج ماركت نفسه. اما النوع الثاني من الاسواق اللي هي ذا اوفر اوف ذا كاونتر بنقول عليها الاو تو سي ماركت، اللي هي السوق الموازي او بنقول عليها الان سيستماتيك ماركت، where traders working for banking. هنا بيكون في intermediaries او بنقول في وسطاء ما بين ال traders، وهنلاقي ان الوسطاء دول ممكن يكونوا banks، ممكن يكونوا fund managers، ممكن يبقوا corporation. واللي بيحصل ان بيبقى في contact each other directly من خلال التليفون، من خلال computers، من خلال linked network. ولكن هذا السوق زي ما احنا قلنا بيكون سوق unsystematic market، سوق غير منظم. الوسطاء اللي فيه زي ما احنا قلنا دي انواع الوسطاء اللي فيه، بيبقى يعني more risk عن ال exchange traded market لان هو سوق مش منظم. تمام، لكن ده موجود وده موجود. طيب how derivatives are used. The derivatives used to hedge risk، to speculate. وهنا ال speculate بيبقى بمعنى انه ال speculators بيبقى عنده
expectation for the future direction للـ asset price، وبناء عليه بناء على توقعاته ان في increase for the price or decrease بيبدأ يعمل الـ يعني بناء على هذه التوقعات يعني traded in the derivatives market بهدف طبعا هو يعمل maximization للبروفيت. أيضا الـ derivatives used to lock in an arbitrage profit يعني بيسعى إن هو يعني يحقق مراجعات مربحة. كمان to change the nature of liabilities ممكن يغير من طبيعة الـ liabilities زي ما احنا هنشوف، ممكن يخلي الـ liabilities الالتزامات اللي عليها إن هو تبقى بدل ما تبقى الـ pay off ليها أو الـ payment ليها تكون مثلا بفلوتينج ريت زي ما هنشوف يحولها الى فيكسد ريت والعكس. وايضا بالنسبه للانفستمنت برضو بيحصل فيه تشينج ان ذا نيتشر اوف انفستمنت، برضو بيغير من طبيعه الانفستمنت اللي عنده من فلوتينج ريت لفيكسد ريت او العكس من فيكسد ريت لفلوتينج ريت زي ما احنا هنشوف. وده بيحصل without incurring the cost بدون ما يتحمل اي تكاليف of selling one portfolio and buying another، إن هو يبيع أو يشتري من الأصول اللي بتشتمل عليها محفظته. وطبعا عملية البيع والشراء بتبقى فيها cost تكلفة، خاصة اللي هي بالنسبة للكوست اللي بيدفعها للبروكر عشان يبيع أو يشتري. فهنا ممكن يعمل الحكاية دي ويغير من ال change the nature of the investment or liabilities without incurring cost of selling and buying a another. طيب هنبدأ نتكلم عن أول نوع من أنواع ال derivatives contract اللي هي ال forward contract. ال forward contract عشان نحدد ال forward price أو نحدد السعر الآجل، فبنلاقي إن ال forward price for the contract is a delivery price. الفورورد برايس هو نفسه السعر التسليم اللي هو سعر هيتم التسليم على اللي هيبقى متفق عليه يعني. فبنقول هنا الفورورد برايس فور ذا كونتراكت از ديليفري برايس ذات وود بي ابليكابل تو ذا كونتراكت اف وير نيجوشييتد توداي، يعني بيتم التفاوض عليه الان على اي انه يتم الاتفاق على سعر محدد هيتم التسليم عليه in the future. The forward price may be different for contracts of different maturities. ال forward price ممكن يختلف باختلاف الايه ال maturities، وده اللي هنشوفه وهيبان as shown by the table. هنلاقي هنا عندنا ادي ال forward price طبعا هنا ال spot price اللي هو السعر الآني او السوق الآني، اما السوق الاجل هيبقى في عندنا في لو في 1 month forward او 3 month forward 6 month forward وهكذا. فهنلاقي ان اي سعر بيكون ليه طبعا بيد اوفر اللي هو سعر الشراء وسعر البيع، وغالبا وابدا بتبقى الاوفر مور ذان البيد بحاجه ب يعني قيمه قليله جدا، بس بيكون في فرق. وهنلاحظ ان كل ما يحصل increase في الماتيوريتي كل ما يحصل increase في الفورورد برايس. تمام، يبقى اذا increase الماتيوريتي يؤدي الى increase في الفورورد اي برايس، وده منطقي لان كل ما يحصل increase في الماتيوريتي يعني increase في الريسك، وبالتالي اكيد الفورورد برايس هتبقى تزيد. طيب هنتفق على بعض الترمينولوجي اللي احنا هنتعامل معاها دايما هنقابلها معانا في الـ derivatives market. اي contract هنلاقي ان هو بيتم التعاقد من خلال two parties، واحد منهم اللي هو الـ buyer بنسميه long position. يبقى long position بيعبر عن الـ buyer، وبالتالي بيقول لي one of the parties to the forward contract assume a long position and agree. ال long position هو مين؟ هو اللي agree to buy، يعني ده ال buyer agree to buy the underlying assets on a certain specified future date
for a certain specified price. يعني هذا اللي هو اخد اللونج بوزيشن اللي احنا بنقول عليه ده اللي هو المشتري، هنلاقي ان هو بيتعاقد على اصل من الاصول على ان يتم التسليم at the certain specified future date في وقت محدد في المستقبل for a certain specified price بسعر محدد او بسعر زي ما احنا قلنا محدد من قبل طبعا الاتفاق ما بين الباير والسيلر. وبالتالي اللونج بوزيشن عرفنا هو مين، هو الباير. الاذر بارتي الطرف الثاني هو بنقول عليه شورت بوزيشن اللي هو السيلر اللي هو البائع. ده بنقول ان هو اجري تو سيل اسيتس، ان ده اجري تو باي والتاني اجري تو سيل اسيتس اون ذا سيم ديت فور ذا سيم برايس، اللي هو يعني اتفق على ان هو يبيع هذا الاصل في نفس الايه ذا سيم ديت وبنفس السعر اللي هو ذا سيم برايس. تمام، يبقى احنا عرفنا ان اللونج بوزيشن يعبر عن الباير والشورت بوزيشن بيعبر عن الايه. طيب ايه هي البي اوف فروم فورورد كونتراكت؟ هنلاقي ان البي اوف فروم ذا لونج بوزيشن ان فورورد كونتراكت اون 1 يونت اوف ان اسيتس از اس تي ماينس الكي. يعني العائد اللي ممكن يحصل عليه اللي هو الباير اللي هو اللونج بوزيشن اللي بيتعاقد على فورورد كونتراكت بافتراض انه هيتعاقد على 1 يونت اوف اسيتس، هنلاقي ان هو البي اوف هتبقى عباره عن انها الفرق ما بين الاس تي والكي. طيب مين هي الاس تي؟ الاس تي is a spot price of the assets at maturity of the contract. يعني هو ده السعر اللي هيكون موجود في السوق at maturity of the contract في موعد الاستحقاق. الأصل ده هيكون بيتباع في السوق بكام؟ بينما ال K هو ده delivery price أو هو ده بنقول عليه forward price، هو ده السعر الآجل أو هو نفسه سعر التسليم. وبالتالي تعال نتفق ان اللونج بوزيشن اللي هو الباير اللي احنا قلنا عليه هو ليه بيلجأ الى انه يعمل او يعقد فورورد كونتراكت و لونج بوزيشن ان هو يكون مشتري. اكيد بيبقى بناء على او بيزد اون اكسبكتيشن انه ان هيحصل انكريز في الاسيت برايس، وبالتالي هو عايز يعمل فورورد كونتراكت بسعر متفق عليه الآن. تمام، بحيث ان لما at the end of the maturity لما السعر فعلا يرتفع هيكون هو هيشتري بالسعر المتفق عليه اللي هو كان منخفض. وبالتالي تعال نقول مثال رقمي كده للتبسيط. لو هو كان متفق على ان الديليفر برايس 10 دولار، بينما وقت التسليم كان الاسس ده بيتباع في السوق اللي هو الاس تي ب 12، معنى كده ان هو هيشتريه ب 10 اللي هو السعر المتفق عليه في العقد اللي هو الدليفري برايس، بينما في السوق هو كان لو اشتراه من السوق هيشتريه ب 12، يبقى معنى كده ان هو حقق باي اوف 2 دولار بير يونت اوف اسيتس. تمام، ده لو يعني حدث ما توقعه، لكن افرضوا انه وده بالتالي هيبقى فيه positive pay off. اما اذا حدث عكس ما توقعه وهو كان ال delivery price 10 بينما السعر في السوق وقت التسليم اللي هو at the maturity كان 8، يبقى معنى كده ان هو 8 minus 10 هيبقى هيحقق هنا لوز، هنا هتبقى بالنيجاتيف، باي اوف هتبقى ماينس 2 بير يونت. يبقى اذا ممكن الباي اوف تبقى بوزيتيف وممكن تبقى نيجاتيف على حسب هل فعلا ما توقعه حدث ام لا. تمام، على الجانب الاخر سيميلرلي ذا باي اوف فروم ا شورت بوزيشن الطرف الثاني اللي هو السيلر، هنلاقي انه في الفورورد كونتراكت هنلاقي ان الباي اوف for one unit of assets هتبقى هي الفرق ما بين ال K minus ال ST. العكس ال seller هيبقى ال payoff بنحسبها ازاي؟ اللي هي الفرق ما بين ال difference between ال K minus ال ST. ال K اللي هي delivery price
والاس تي هي السبوت او اللي هي السبوت برايس ات ذا ان ذا ماركت ات ذا ماتيوريتي. وبالتالي دايما الشورت بوزيشن بيكون باني توقعه على ان هيحصل decrease in the price، هيحصل متوقع انه السعر هينخفض. فاذا حدث ما توقعه فعلا كان السعر انخفض، يعني مثلا لو احنا قلنا ان الكي كانت 10 والسعر انخفض، هو هيبيع ب 10 والسعر انخفض في السوق بقى ب 8، يبقى هو هيبيع عند ال 10، يبقى هو هيحقق مكسب 10 minus 8 هيحقق $2 per one unit of assets. العكس صحيح، لو حدث عكس ما توقعه والسعر بدل ما ينخفض ارتفع، وبالتالي لو هو كان ال delivery price 10 والسعر في السوق بقى ب 12، فهو هيبيع عند ال 10، بينما في السوق بتباع كان هيبيعه بإيه ب 10، يبقى هو هيبقى فيه هنا negative pay off، هتبقى per unit هيحقق minus 2. تمام، يبقى اللونج بوزيشن هو باير وبيبقى اكسبكت ان بيحصل انكريز في البرايس. البي اوف هي الفرق ما بين الاس تي والكي. اما بالنسبه للشورت بوزيشن فهو السيلر اللي هو اكسبكت ان هيحصل ديكريز ان ذا اسيت برايس، وبالتالي هتبقى البي اوف بالنسبه له هي الفرق ما بين الكي ماينس الاس تي. وزي ما احنا شفنا ان these pay off can be ممكن تبقى positive او ممكن تبقى negative على حسب هل ما توقعه حدث ام يعني لم يحدث او حدث عكس ما توقعه. الجراف ده بيوضح لنا اللي احنا قلناه وشرحناه في الشريحة اللي فاتت، اللي هي كان بيكلمني عن العلاقة ما بين ال S T وال K. فهنلاقي هنا على ال horizontal line هتكلم عن ال price of underlying assets at the maturity اللي هي ال ST، وهنا ال K اللي هو ال delivery price. هنا هيتكلم عن ال profit from a long forward position. ال long forward position اللي هو مين؟ الشاري. واحنا قلنا ال buyer ده بيبقى expect ان يحصل increase في ال price، وان ال payoff هي الفرق ما بين ال ST وال K. فتعالوا نشوف لو كان ال S T أقل من ال K، يعني هو كان مبني على توقع ارتفاع في السعر، فلو كان هو السعر لأ كان منخفض عن ال K فهيحقق ايه؟ لوز، خسارة. اللي هو المثال اللي قلتلكوا مثلا هو كان ال K 10 والسعر في السوق ب 8، فهو هيشتري عند التن المتفق عليه، بينما كان في السوق كان ممكن يشتري ب 8، يبقى معنى كده خسارة. طب لو السعر انخفض عن ال 8 مثلا كان ب 6، يبقى خسارة أكبر، وهكذا. يبقى زي ما انتم شايفين كده إن كل ما كانت ال S T أقل من ال K يبقى لوز، بينما كل طبعا لو ال K إيكوال ال S T يبقى إذا لا حقق ربح ولا خسارة، هتبقى النت بروفيت بزيرو، او النت انكم هنا هيكون بزيرو لو كانت الاس تي ايكوال الكي. اما لو السعر زاد عن الكي، السعر لو زاد عن الكي هيخش في منطقه الايه؟ بوزيتيف باي اوف، هتزيد، يبقى الفرق ما بين الاس تي والكي يكبر كل ما يزيد الاس تي. يبقى كل ما يزيد السعر اللي هو السبوت اللي هو الاسيت برايس از ماتوريتي، كل ما يزيد عن ال K اللي هو deliver price، معنى كده ان هو هيشتري عند سعر منخفض، وبكده يبقى هو حقق ربح اللي هو الفرق ما بين السعرين، ويزيد كل ما زادت ال S T عن ال K. والعكس صحيح، كل ما يكون ال K اكبر من ال S T هيبقى هنا ايه؟ في منطقة ال loss، انما يخش في منطقة ال profit كل ما يزيد ال S T عن ال K. تمام، العكس صحيح بالنسبة للشورت فورورد بوزيشن. الشورت فورورد بوزيشن اللي هو البايع بيبقى اكسبكت ان يحصل ديكريز في البرايس. فاذا حدث فعلا ان كان في ديكريز في البرايس، ان ال اس تي كانت اقل من الكي، يبقى يحقق ايه؟ بروفيت، لان معنى كده ان هو باع عند الكي، بينما في السعر في السوق منخفض، هو لا هيبيع عند الكي المتفق عليها. ف
فهو هيبيع مثلا عند 10 دولار، بينما في السوق بالسعر الاس تي ب 8 ب 6 ب 4، المهم انه قبل من يعني اقل من الكي، فبيحقق بروفيت. بينما لما السعر يزيد هيدخل في منطقة الايه اللوز، لان احنا قلنا ان الشورت بوزيشن البي اوف هي الفرق ما بين الكي ماينس الاس تي، الكي ماينس الاس تي، فهنا الكي اصغر من الاس تي، فهيحصل هنا ان يخش في منطقة اللوز، هنا الاس تي اكبر من الكي، تمام، هيدخل في منطقة اللوز. طيب تعال نشوف تمرين نأكد فيه ازاي نحسب البي اوف فور فورورد كونتراكت، وهل ممكن يحقق جين او لوز من خلال الاكزامبل ده او البروبلم ده. البروبلم دي بتقول لنا ايه؟ ان انفستور انترز انتو شورت فورورد كونتراكت، هنا بيقول لي شورت فورورد كونتراكت، يبقى هنا ده ايه؟ سيلر، يعني اكسبكت ايه؟ اكسبكت انه يحصل ديكريز في الايه؟ في الاسيت برايس. طيب هو بنكمل التمرين، بيقول لي هو short forward contract يعني ده seller، فبيقول لي to sell 100,000 British pound for US dollar at an exchange rate، بسعر صرف. هو اتفق على انه يعمل forward contract على انه يبيع 100,000 بريتش باوند مقابل الدولار، واذا كان ان سعر الصرف اللي هيتفق عليه انه هيبقى 1.4 يو اس دولار بير باوند، ده الاكتشينج ريت او سعر الصرف، ان كل 1.4 دولار هتكون تعادل بير او بير باوند، كل باوند هيبقى ب 1.4 دولار. How much does the investor gain or lose if the exchange rate، إذا كان سعر الصرف at the end of the contract اللي هو at the end of the maturity، يعني هيكون is في الـ A، إذا كان هيكون السعر 1.39 دولار per 1 pound، وفي بي if the exchange rate كان 1.42 دولار per 1 pound. طيب زي ما احنا قلنا ان ده short forward contract، يعني ده seller، يعني expect انه ايه؟ انه السعر يحصل decrease. طيب فين ال deliver price؟ هو ده ال deliver price اللي هو المتفق عليه اللي هو 1.4 دولار per pound. طيب at the expiration date أو at the end of the maturity، السعر لو كان في السوق ب 1.39 يعني معنى كده إن السعر انخفض، يعني في الحالة دي حدث ما توقعه، يبقى إذا بنحسب ال payoff هي الفرق ما بين ال K minus ال ST، فيحقق gain. بينما في ال case B لو حصل إنه السعر زاد وده عكس ما توقعه، فهو هيبيع عند 1.4 بينما في السوق بيتباع ب 1.42، يبقى اكيد هيحقق ايه؟ لوز. ده على مستوى ال 1 باوند، لكن احنا هو الكونتراكت ده كان على 100,000 بريتش، فاحنا البي فور 1 يونت هنضربها في الصفقه كلها اللي هي 100,000 بريتش. ده اللي الانسر اهو، the investor is obligated to sell pound for، ده سعر التسليم اللي احنا قلنا عليه اللي هو deliver price اللي هي 1.4 دولار per pound when they are worth، بينما هو في الحالة الأولانية لقيناه في السعر اللي هو الاس تي اللي هو 1.39، فبالتالي حدث ما توقعه والسعر انخفض وهو هيبيعه عند السعر ده، يبقى هيحقق per باوند، هيحقق ايه؟ هيحقق قد ايه مكسب؟ هيحقق الفرق ما بين ال deliver price اللي هو 1.4 دولار minus 1.39 دولار، يبقى هيحقق 0.0
0.01 دولار، هنضربها في الصفقة كلها اللي هي 100، ده طبعا ده المكسب بالدولار لكل 1 باوند. طب هو الصفقة على 100,000 باوند يبقى هتديني gain 1,000 دولار، تمام. يعني هنا سعر الصرف اللي هو سعر صرف ال 1 باوند بكام دولار، فمكسبه كام اللي هيطلع 0.01 نضربها في حجم الصفقة كلها يبقى هيحقق الجين دي، تمام. اما في الحالة التانية الـ investor is obligated to sell pound for 1.4 اللي هو deliver price، هو ده الكي. when they are worth، بينما هو قال انه في السوق هيبقى السعر ب 1.42، يبقى اذا هحقق هنا السعر عكس حدث عكس ما توقعه، فهو هيبيعه بالسعر ده بينما في السوق بيتباع بسعر اعلى، فهو كده هيخسر. هنحسب الخسارة على مستوى ال 1 باوند وهنضربها في الصفقة كلها، هتديني ان هو هيحقق لوز. لوز طبعا هنا هتبقى بالماينس، طبعا لوز هو ليه هتبقى بالماينس، احنا المفروض نقول انها ال K ماينس ال ST، ال K اللي هي 1.4 ماينس ال 1.42، تمام. فهتبقى ال K ماينس ال ST ونضربها في ال يعني التوتال اماونت للصفقة هتديني، هو طبعا عشان كاتب لوز فهو يعني معناه انه فاهم ان الرقم المفروض ان هو يطلع بالايه بالماينس، تمام. هنا طبعا هنا ال K ماينس ال ST برضه هنا المفروض تبقى ال K ماينس ال ST فهتطلع بالماينس ل بير 1 باوند، ونضرب الصفقة كلها هتطلع لي بكام بماينس اللي هي لوز يعني 2000 دولار. طيب بنحسب ازاي الفورورد برايس اللي هو الديليفري برايس، يعني هو كان في التمرين اللي فات حسب لنا الفورورد برايس كان مديها لنا معطى. طب احنا ازاي نحسبه، ازاي نحسب الفورورد برايس؟ if the spot price of gold كان يعني السعر الآني للذهب كان اداله رمز الاس، and the forward price for the contract deliverable in T years اللي هي الماتيوريتي، يعني الماتيوريتي هي T، هنقول ان الفورورد برايس مديله رمز الاف، فالاف بت ايكوال السبوت برايس. هنا السبوت برايس اللي هو السعر الآني دلوقتي وانا بعمل او بتعاقد على الفورورد كونتراكت بشوف السعر الآني كام، وملتبلاي 1 بلس الار اللي هي الانترست ريت باور تي اللي هي الماتيوريتي. يبقى عشان نحسب الفورورد برايس عبارة ان احنا بناخد السعر الآني دلوقتي اللي هو السبوت برايس نضربها في 1 multiply 1 plus ال interest rate power t اللي هي الماتيوريتي، تمام. طيب تعال نشوف example للموضوع ده. طبعا هنا بيقول لي where ال r is 1 year domestic currencies risk free rate of interest اللي هو سعر الفايدة الخالي من المخاطر طبعا اللي هو ال r. example بيقول لي the spot price of gold كان spot price اللي هي ال S طبعا اللي هو السعر الآني، ممكن نديها رمز ال S O كمان، S O اللي هو حاليا يعني ال spot price كانت ب 1 ال spot price of gold كان 1400 دولار، ال maturity كانت 1 year، ال interest rate كانت 5% per annum، وبالتالي ادي ال S ب 1400 اهو، ال maturity 1 year، ال R اللي هي 5% او اللي هي 0.05. so نقدر نجيب ال forward price ازاي، ان احنا ناخد ال S نضربها في ال 1 multiply 1 plus ال interest rate power 1 اللي هي ال power الماتيوريتي اللي هي 1، هيطلع لي ان الفورورد برايس هو
1470. يبقى احنا عرفنا هنا ادي الفورورد كونتراكتس. طب تعالى نتكلم عن نوع تاني من الكونتراكت اللي موجوده في الديريفاتيفز ماركت، اللي هي الفيوتشر كونتراكت. الفيوتشر كونتراكت هي برضو اجريمنت تو باي اور سيل ان اسيت فور ا سيرتن برايس ات ا سيرتن تايم، نفس فكره الفورورد. وبالتالي هي سيميلر تو فورورد كونتراكت في مفهومها، لكن في بعض الاختلافات. ايه الاختلافات بقى؟ أول حاجة إن الـ forward contract is traded in the O2C market. يبقى الـ forward ممكن يتداول في الـ O2C market، بينما الـ future contract is traded on exchange market. تمام؟ يبقى ده أول فرق. الفرق الثاني إن الـ exchange specifies certain standardized features of future contracts. التعامل من خلال الاكتشينج ماركت لازم بيتعامل مع كونتراكت تكون طبيعتها انها ستاندرايزد فيتشرز، زي الطبيعه ستاندرايزد. تمام؟ زي مين؟ زي الفيوتشر كونتراكت. as the two parties to the contract don't necessarily know each other. وبالتالي ال two parties بالنسبه للفيوتشر كونتراكت مش بالضروره ان هما know each other. the exchange also provides a mechanism that gives the two parties a guarantee that the contract will be honored. تمام؟ لأن طبعا إن الـ systematic market أو الـ exchange market give the two parties a guarantee that the contract will be honored. تمام؟ الـ future prices are regularly reported in the financial press. الأسعار الـ future contract بنلاقي إنها بتظهر في شكل تقارير في الـ financial press. طيب تعال نشوف ده جدول أو table بيعمل comparison between الـ forward contract والـ future contract. وده اللي احنا قلناه في الـ previous slide، لكن احنا هنعمل كده summary لل differences between the forward and future contracts. الفورورد كونتراكت هو عبارة عنها private contract between two parties، وإنها non-standard contract، بينما الـ future contract هي exchange traded. لما احنا قلنا دي بتتداول في الـ exchange traded ليه؟ لأنها من طبيعتها إنها standard contract، إنما الـ forward contract هي non-standard contract. هنا بيتم من خلال exchange market، هنا بيتم التداول من خلال الـ O2C market، لأنها private contract between two parts. الـ forward contract usually specified delivery date. عادة الـ forward contract بيتم فيها التسليم، اللي هو بيتم التسليم في موعد محدد. إنما الـ futures بيكون التسليم بيبقى فيه range للتسليم، وممكن في الـ future contract ما يتمش التسليم، يعني ممكن يحصل close للـ position بالنسبة للـ traders before أو بنقول prior للـ maturity. الـ forward contract بيحصل لها still at end contract، يعني بيحصل تسوية في نهاية العقد ده أو الـ contract ده، بينما الـ future بيحصل الـ settlement daily، بيحصل تسوية يومية. إنما ده بيحصل التسوية أو الـ still at end contract. الـ forward contract هنلاقي إن delivery or final cash settlement usually occurs، بينما في الـ contract أو الـ future contract usually close out prior to maturity. زي ما احنا قلنا إن بيحصل ممكن close out prior to maturity، لكن هنا لأ، بيحصل تسليم delivery or final cash settlement usually occurs at end of the maturity.
ال نتيجة إن ال forward contracts traded in the O2C market هيبقى فيه some credit risk. أما ال future contract فهي هنلاقي إن هي عشان بتتداول من خلال ال exchange market فبتبقى no credit risk. تمام، دي أهم ال differences between ال forward and the future contract.